السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم المعتقلة مريم سليمان شابيدي في الكيتر الجوشي. أكمل معكم مسلسل انتهاكات الوسط حيث تتعرض النزيلات عبودية متكاملة في الأركان، وهو ما باشا جليا من خلال اعتداء رجال الشرطة مصطحبين معهم بكل كيناين والضرب مستخدمين الحزامة والعفا والركل مخلفين إصابات خطيرة، وحاليا توجد نزيلة مواطنة في المستشفى نذكر والله العظيم بالأمان. تتضاعف أعداد الإدخال في شهر رمضان المبارك وبالأخص قضايا التسول. أبسط حق وهو النوم محرومين منه في الوقفة نظرا لنظام العدد في أوقات متأخرة من الليل وتكرار العدد أكثر من مرتين وأحيانا للفجر والإزعاج المتواصل ليلا. تراجع حالتي الصحية حيث إنني أستفرغ زمن لسوء التغذية وانعدام التهوية، المعاملة السيئة من قبل الضباط الشرطية والعنصرية بسبب حساسية قضايانا، وأي مكان نطلب منهم الذهاب إليه سواء المكتبة أو العيادة يكون بعد صراع طويل، والمعاملة السيئة التي تعاني منها الأخت علياء حفظها الله وتزكي أثرها، حيث تقول الشرطية لها إن برنامج خيانة وطن يعد لإنسانها. في أول تحقيق لي في نيابة أمن الدولة مع رئيس نيابة أمن الدولة أحمد راشد الطنحاني شطبت له الحبس الأمني وخوفي من سماع صراخ المعتقلين في الأمن، فرد علي عندنا سجن من الوقت بواي خايف في بلاوي عافانا الله أنت صغيرة ما يصير تخلص معاها. هذه شهادة رئيس نيابة أمن الدولة كما قالت لي محققة في جهاز أمن الدولة أم أحمد، بتروحين مكان وايد وتاكلين في أكل بس 80 سنة ما بتلاقيه. وبعد كثير من المعاناة نقرم في المرة الماضية قالت لي والدتي أن تم تكذيبها برفع قضية أخرى قضية، كل هذا يبرز الأوضاع اللاإنسانية. وسبق وأن تكلمت عائلة المعتقلة علياء عبد النور عن معاناة ابنتهم إلا أن المعاناة لا زالت مستمرة بل ازدادت سوءا وشددوا عليه الحراسة، ودائما ما أرسل الشرطيات عنها يقولون أن حالتهم سيئة جدا قريبة من الموت حسبنا الله ونعم الوكيل. فيجب التدخل دولي لوقف هذه الممارسات من قبل جهاز الامن في مراكز المعتقلين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.